طور الأسبوع نتمنى أن حضور الإمبراطور يكون أفضل، يكون حضوره أجمل، قد يعذر أنه أول واحد فما يعرف وش الأشياء اللي ممكن يسويها، ولكن على أقل تقدير وليد يعني وضع بعض الأساسات في تقسيم الجلسات، ولو أنها ما اكتملت يعني كانت قوانين، لكن إن شاء الله أن هذه القوانين يطبقها من بعده اللي حصل على الإمبراطور لهذا الأسبوع. إعداد نعلن على الإمبراطور، جاهز معانا؟ جالسين ايوه، لان ما شلون اخذ الامبراطور يا جمهور، جالسين يدورونه، ما راح يدورونه في غرفه النوم، ها قلت انه نايم بعد ما يصير كذا. يعني يا جماعه اليوم في اعلان امبراطور، ندري انك انت تاخذ التاج وانت ما تحضر، تاخذ امبراطور وانت ما شك، والله عاد ارزاق لقيته، حسبي الله على بس لا تحطون عليه، حطوا على مجموعه، خلونا نسوي تشويق. ايوه على المجموعه، مجموعه جاهزين تسمعون من حصل على الامبراطور لهذا الاسبوع؟ نزل رجله بس. اي ميتين كالعاده، ما في اي رده فعل. والامبراطور القديم، نبي الامبراطور القديم، لازم تروح تحيي وتسلم امبراطوريتك. صح. للامبراطور الجديد، الامبراطور لهذا الاسبوع، النجم، الشاعر، الانيق، المترتب، الحبيب، صاحب الجماهيريه العاليه كما يقول نايف الرفيدي. نوم عالي، بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. ألف مبروك لنايف إمبراطور هذا الأسبوع. نتمنى نايف عندك جلسة جاهزة وعندك فريق دعم، الله يبارك فيك، قدم مبادرة حلوة جميلة. هذه المبادرة لازم أخوياك يتعاونون معاك، لازم تشوف شو الإشكاليات اللي تحت البث وتحاول أنك تصلحها الأسبوع هذا. ما مسؤولية في إشكاليات تعمل. لا ما في إشكاليات، كل بولة على قلب رجل واحد، على قلب واحد، خلوا علمي وكل أمون إمبراطورية. يعطيك العافية، شكرا لك نايف والزملاء. ما أدري الهدف طلع تسلل كالعادة. وصلنا نهاية فقرة اليوم في بدون تحيز، لكن دائما وأبدا أذكركم بالوقف الحرام في البلد، في البلد الحرام. اليوم الحمد لله أمطار خير وبركة، وهذا الشيء يدعونا يعني في كثير من الأحيان الواحد يستشعر النعمة اللي هو فيها، سواء كنت كاشت أو طالع تلقاك دفعت مبلغ وقدره، فكيف لو كان مبلغ يسير لسعر سهم 150 ريال تقدمه.